السينكرونس موتور بشكل عام البيرمننت ماجنت. سينكرونس موتور اكسبنسيف مقارنه بالاندكشن موتور، خصوصا السكورل كيج اندكشن موتور. الكوست عالي، وسبب الكوست العالي بشكل رئيسي هو البيرمننت ماجنت. ما في احتكار من الصين لحد ما احتكار للبيرمننت ماجنتس هذول، في مشكله الان بالسبلاي تبعهم للبيرمننت ماجنتس. الماده المشهوره نيو دينيوم، اصلا نيوديميوم احد الرير ايرث ميتالز اللي بيستخدموه في البيرمننت ماجنتس. اذا الكوست لسه عالي. هلا الاندكشن موتور فيري ريلايبل، فيري روبست ماشين، بنسميها ريزيلينت ماشين، بتتحمل يعني بتتحمل اذى ووسخ، وهذا فيري ريلايبل ماشين، فيري ريلايبل فيري روبست. البيرمننت ماجنت سينكروس موتور لسه نيو تكنولوجي تعتبر. اذا الكوست عالي، نيو تكنولوجي. بس طبعا ميزه البي ام اس ام على الاندكشن او السينكرونس كله بشكل عام، بي ام اس ام جود سبيد ريجوليشن. وكمان صرنا بالبي ام اس ام نقدر نجيب سرعات منخفضه، يعني بي ام اس ام بيقدر يعطيني لو سبيدز. اللو سبيد صار بامكاننا باستعمال الانفرتر الفيربل سبيد درايف في كونفيجريشنز معينه، صار بامكانهم يجيبوا سرعات لحد تنزل لحد 100 ار بي ام. فبطلنا نحتاج جير بوكس. في حين الاندكشن موتور ايش من ناحيه واقعيه اقل سرعه ممكنه. الاندكشن موتور من خبرتكم تقريبا من الارقام اللي حكيناها. تقريبا 10 و120 يعني قديش تقريبا كم ار بي ام؟ 1000 ار بي ام 750 تقريبا ذا لوست سبيد ار بي ام، فبدي جير فوكس. لكن هون بي ام اس ام صار افيلبل بلو سبيدز ات هاي توركس، فتقريبا مثلا ممكن اجيب 100 ار بي ام، فهذا بشيل الحاجه للجير فوكس. بي ام اس ام كانوت بي هلا الاندكشن موتور بقدر اعمله ستارتنج اون لاين ويزاوت في اف درايف. Can be started online. بقدر اعمل له starting online without a VF drive، بدون variable frequency drive. على فكره لاحظوا نفس ال VF drive اللي بقدر اتحكم فيه بالاندكشن موتور بقدر اتحكم فيه بال synchronous motor. نفس الستيتر بقدر استعمل نفس ال variable frequency drive. الاندكشن موتور ميزته لو جيت حطيت عليه 3 phase بيعمل starting من الهاي، لكن السينكرونس موتور لازم ال PMSM او السينكرونس موتور بشكل عام needs لازم يكون with a VF drive. ما بقدر يعمل سيلف ستارتنج. السينكرونس موتور ما بقدر اعمله سيلف ستارتنج، عارفين ليش؟ انه اذا حطيت الثري فيز بيبدا هذا يلف على سرعه عاليه، مزبوط؟ هل بيقدر الماجنت يلحقه يعني؟ طلع هذول الفكرتين، لو عندي تو ماجنتس، هذا ماجنت وهذا ماجنت، لو هذا الماجنت بديته شوي شوي مش بيبدا هذا يمشي معاه؟ وبعدين صرت شوي شوي ازيد السرعه وازيد السرعه بيمشي الامور، مش هيك؟ ما في مشكله. لكن لو جيت فجاه على هذا البيرمنت ماجنت والبيرمنت ماجنت، اخذت البيرمنت ماجنت فوق بديت الفه فجاه على 1200 ار بي ام، شو بصير بها؟ بصير يعمل فايبريشن وما بيقدر يعمل ستارت. السينكرونس موتور بشكل عام بدون فيربل فريكونسي درايف ما بيقدر يعمل ستارتنج. اذا حتى اذا بدي اعمل ستارتنج شو لازم اعمل؟ لازم احط فيربل فريكونسي درايف، وشو اعمل؟ ابدا بزيد الفريكونسي شوي شوي. فلما بزيد الفريكونسي شوي شوي ببدا الروتر يتحرك معي شوي شوي، وبعدين بقدر اوصل للسرعه اللي بدي اياها. اذا نعم، مش في حلول كاسكيه يعملوها زي في الارمشر كويس كانوا يحطوها؟ معقده، كلها معقده بتصير. او بدك تجيب درايف خارجي وتعمل له ستارتنج لحد ما توصله للسرعه. بس هو هلا بوجود فيربل فريكونسي درايف هذا ارخص شيء. هو اصلا معظم التطبيقات رح يكون فيها فيربل فريكونسي درايف اصلا، فهي هاي مش مشكله بالتعقيد اللي انا بحاول اصورها هون. اوكي، كانت زمان مشكله في الثمانينات والسبعينات كانت مشكله، لكن الان حتى الاندكشن درايفز حتى السكول كيج معظمهم بيجوا مع فيربل فريكونسي درايف. لكن لو انا بدي درايف اعمل له ستارتنج دايركت اون لاين بدون فيربل فريكونسي درايف ما بقدر استخدم البيرمنت ماجنت سينكرونس موتور. اوكي ماشي، هذا بجاوب سؤالك.